السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول ابتدائي. النهاردة هنشرح درس جديد من دروس اللغة العربية وهو ياء الملكية. طيب، ياء الملكية دي سنة أولى زي ما كنا بنغني الأغنية بتاعتها بنقول إيه؟ ياء الملكية طماعة وأنانية وعاوزة كل حاجة ليها هي وبس. إن الحاجة اللي أنا بتكلم عنها تكون بتاعتي أنا. طيب، زي ايه كده؟ بيقول لي اقرأ ولاحظ الكلمات بعد إضافة ياء الملكية. زي كلمة قلم، القلم ده لو بتاعي أنا هقول ده ايه؟ قلمي. يبقى كلمة قلم لو القلم ده يخصني أنا، بتاعي أنا، هقول قلم. طب وبس كده؟ لا، ده قلمي، يبقى هزود ياء الملكية، قلمي. طيب كتاب، لو الكتاب ده يخصني أنا هزود له ياء الملكية، يبقى كتاب. أهو كتبت الكلمة، أزود لها ياء الملكية تبقى كتابي. طب الحقيبة دي بيسألوا عنها وهي بتاعتي أنا، عايزة أقول لهم دي بتاعتي، أقول لها إيه؟ حقيبة. طب والتاء دي هي التاء المربوطة، ينفع حاجة تمسك فيها؟ لا، أمال هعمل فيها إيه دي؟ هخليها تاء مفتوحة، حقيبة تي، هزود لها ياء الملكية بتاعتي أنا. طيب قطة فيها آخرها إيه؟ تاء مربوطة، يبقى أعمل إيه؟ أخليها تاء مفتوحة وأزود لها ياء الملكية، يبقى قطة. أخلي التاء المربوطة تاء مفتوحة عشان أعرف أخلي ياء الملكية تمسك فيها، قطة تي، أزود ياء الملكية، يبقى ياء الملكية بكتب الكلمة عادي وأزود في آخرها الياء. أكتب الكلمة وأخلي آخر حرف مفروض وأزود فيه الياء. طيب بص معايا كده، بيقول لي ارسم دائرة حول الكلمات التي بها ياء ملكية، عايزني احط دائرة حوالين الكلمة اللي فيها ياء ملكية. يلعب فيها ياء ملكية؟ لا. لعبتي، لعبتي، الكلمة دي اللي هي ايه؟ تعال بص معايا، اللي هي لعبة، طيب وهضيف لها ياء الملكية، أخلي التاء دي مفتوحة تبقى لعبتي، يبقى لعبتي آخرها إيه؟ آخرها يا ميسي ياء ملكية، ده بتاعتي أنا. طب بيت فيها ياء ملكية؟ لأ. طب هاني، بس يا ميسي ده آخرها ياء أهي، تبقى ياء ملكية، أنا عرفتها. لأ، هو هاني ده بتاعك أنت؟ ملكك أنت؟ لأ، ده اسم إنسان عادي، يبقى دي مش ياء ملكية يا سنة أولى، أمال دي إيه؟ دي ياء مد بس. طيب صديقي، آه مين ده؟ ده صاحبي، صديقي، يبقى دي آخرها ياء إيه؟ ياء ملكية. معلمتي، آه دي المعلمة اللي بتديني، معلمتي، آخرها ياء إيه؟ ياء ملكية. أدواتي، آه دي الأدوات اللي أنا بستخدمها بتاعتي، آخرها ياء إيه؟ ياء ملكية. طب مصري، شخص جنسيته مصري، ده في ياء ملكية؟ لا يا مس، أمال الياء دي إيه؟ دي مد بالياء، لكن دي مش ياء ملكية. يبقى الكلمات اللي فيها ياء ملكية هنا يا سنة أولى: لعبتي، صديقي، معلمتي، أدواتي. طيب التمرين اللي بعده بيقول لي عبر عن الصور التالية مستخدما ياء الملكية، مديني صور وعايزني عبر عنها باستخدام ياء الملكية. أول حاجة ده إيه؟ برافو، ده فستان. طب تعالى نكتب كده، فستان، أنا فتحت آخر حرف أهو عشان أنا شاطرة. هعمل إيه بقى؟ أزود له ياء الملكية، فستاني، برافو.
برافو يا سنة أولى. طيب اللي بعده ذراع، ممتاز، ذراع. ها فتحت حرف العين آخر حرف عشان أزود له، ممتاز يا الملكية، ذراعي. طيب اللي بعده سورة إيه؟ شطار، مك ت ب... مكتب. طب والباء أقفلها؟ لا، عشان أزود لها إيه؟ ياء الملكية، تبقى مكتبي. طب اللي بعدها سورة إيه؟ شطار، دراجة. طيب دراجة آخرها تاء مربوطة، طب هي التاء المربوطة بيمسك فيها حاجة؟ لا، يبقى خليها تاء مفتوحة، دراجتي، دي بتاعتي أنا، يبقى زود لها ياء الملكية. اللي بعدها سورة إيه؟ أنف، يبقى أنفي، أزود له ياء الملكية. طيب اللي بعدها سيارة، سيارة. طيب هنا آخرها تاء مربوطة، خليها تاء إيه؟ ما برافو، مفتوح عشان تمسك فيها ياء الملكية، تبقى سيارتي، ممتاز يا سنة أولى. طيب اللي بعده بيقول لي اقرأ الفقرة الآتية واستخرج منها كلمات بها ياء ملكية. الفقرة بتقول جهزت حقيبتي للسفر إلى قريتي لزيارة جدي، ووضعت فيها أدواتي الشخصية ولعبي وثيابي التي سأحتاج إليها. عايز من الفقرة دي سنة أولى إن أنا أطلع له الكلمات اللي فيها ياء ملكية. جهزت حقيبتي، ها برافو، كلمة حقيبتي فيها ايه؟ فيها يا ميسي ياء ملكية، دي الحقيبة بتاعتي. للسفر فيها؟ لا. طب الى؟ لا، قريتي. القرية اللي انا منها، قريتي اخرها ايه؟ ياء ملكية، قريتي. طيب لزيارة فيها؟ جدي. جدي. طيب ووضعت فيها حاجة؟ لا يا مس، فيها حاجة؟ لا برضو، أدواتي. فيها ياء ايه؟ ياء ملكية، أدواتي. الشخصية فيها حاجة؟ لا، ولعبي، اللعب بتاعتي، يبقى فيها ايه؟ ياء ملكية، لعبي. وثيابي، ها برافو، ثياب، الملابس بتاعتي، التي فيها حاجة؟ لا يا مس، التي ما فيهاش. سأحتاج فيها حاجة؟ لا. إليها فيها حاجة؟ لا. يبقى الكلمات حقيبتي، قريتي، جدي، أدواتي، لعبي، ثيابي، هي دي الكلمات اللي في الفقرة اللي فيها إيه؟ ممتاز يا سنة أولى، اللي فيها ياء ملكية. بكده يا سنة أولى نكون خلصنا درس النهاردة. لو حد عنده أي سؤال يقدر يسألني في الحصة بإذن الله. شكرا لكم يا سنة أولى.